كلالة، ولكن بعد المعنى يسيلان، هو من ذي الميراث. طبعا في مسألة الميراث من يرث كلالهم؟ أولاد الأم. عند عدم وجود الأصل المذكر مطلقا وعدم وجود الفرع الوارث مطلقا، ذاكي يورثون ما يورثوش، ما يموثيوني جد دومي سور والتماسي ماس نغي ماسي ماس جمثي ورثو كذاك من مرة ورثن سوى ما إلا وين يموثن وردي جا الأصل المذكر وردي جا لا فاس لا فاس مبافاس ثالثة وإن على ما تشي فاس قماس لا وين جد رحمي فاس مبافاس دقيق نغ الفرع الوارث ميجا مديجرة لميس ليليس ليليس نميس لميس نميس مهما نزلوا ذو قيد مقصود كلمة كلالة تشرحها بلك صفحة كاملة باش تشرحها.